أهلا بكم من جديد. وافق مجلس النواب الأردني الخميس على مقترح تعديل الدستور الوارد من الحكومة مع بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، بينما رفض النواب أن يرأس الملك مجلس الأمن الوطني. وأثارت التعديلات الدستورية جدلا كبيرا، خاصة ما يتعلق بالمرأة وتحقيق المساواة المطلقة مع الرجل، الأمر الذي دفع مراقبين للتساؤل إن كانت استجابة لإملاءات الجهات الغربية الممولة. واشتملت التعديلات على إضافة كلمة الأردنيات إلى البند الأول من المادة السادسة من الدستور، كما أقر المجلس إضافة فقرة للمادة السادسة ونصها تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. نتابع في هذا العرض أبرز التعديلات الدستورية. مشاهدينا للمزيد ورحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد طارق النعيمات الكاتب والإعلامي الأردني. ورحب بك سيد طارق. تبدو التعديلات جوهرية وكبيرة، ما الهدف منها؟ يعني حقيقة لم يكن هناك كثير من التفاصيل الرسمية. الأمر تم يعني طبعا عرضوا على مجلس النواب، وتم في سياق أنه هناك حزمة إصلاحات قانونية يعني تبعت إصلاح أو لجنة الحوار التي ناقشت قانوني الأحزاب والانتخابات، ومن ثم هذه التعديلات الدستورية لم تخضع لنقاش، تم عرضه على مجلس النواب وبطبيعة الحال مجلس النواب أقرها. طبعا القراءة لردود الفعل اختلفت، لكن ردود الفعل الرئيسية كانت من القوى المعارضة أو القوى السياسية التي اعتبرتها يعني شكلا من أشكال دسترة الإجراءات غير الدستورية وتحويل الدستور بشكل تدريجي لما وصفوه لكي تتحول إلى ملكية مطلقة بدل أن تكون ملكية دستورية، أو بدل أن تتوائم مع أهم مواد الدستور وهو طبيعة نظام الحكم الذي هو حسب الدستور نيابي ملكي، أي أنه دور التشريع للنيابة والتنفيذ للحكومة، والملك هنا يأتي ليس حاكما بقدر ما هو ضامن. طيب، للسلطات وفصلها. هذه نقطة هامة سيد طارق. في الوقت الذي كان هناك مطالبات بالتحول إلى الملكية الدستورية، تأتي هذه التعديلات لتوسع من صلاحيات الملك، ما دلالات ذلك؟ وهل لقضية الأمير حمزة علاقة بذلك برأيك؟ يعني لا أعلم إذا كان هناك علاقة مباشرة بين قضية الأمير حمزة والتعديلات الدستورية، لكن لو وضعناها في سياق السنوات الأخيرة والانتقادات التي وحسب ما نقرأ يعني في التقارير الدولية حسب ما نسمع من القوى السياسية في الأردن، هناك حالة تراجع عام في الحريات السياسية. مثلا آخر تصنيف لأحد المنظمات الحقوقية صنفت الأردن من بلد حر جزئيا إلى بلد غير حر مثلا، وما نسمعه أيضا من استطلاعات الرأي هناك عدم ثقة بالمؤسسات الرسمية، عدم ثقة بالمؤسسات السياسية من قبل المواطنين. كل تلك المؤشرات لو وضعناها في سياق ما تم إقراره من تعديلات دستورية يعني تنبئ أنه ليس هناك تقدم بملف أو مسار إصلاح السياسي. طبعا بالتاريخ الأردني يعني شاهدنا في بعض المحطات
هناك حكومات برلمانية، في 57 كانت هناك حكومة سليمان النابلسي، ثم تبعها أحكام عرفية، ثم حدثت انفراجة في 89 بقضية إلغاء الأحكام العرفية والعودة إلى الانتخابات. لكن حقيقة أنه المسار من 89 أشبه بالتقدم خطوة والتراجع خطوتين، يعني ليس هناك تقدم مستمر على صعيد الإصلاح السياسي. فيما يخص المرأة وإضافة الأردنيات إلى الدستور لغويا، كما هو معلوم عندما يقال الأردنيين فهي تشمل المرأة والرجل، وهذا ما دفع ربما بعض المراقبين إلى الحديث عن إملاءات واشتراطات دولية عادة ما تخص المرأة تحديدا في مثل هذه القضايا. ما الذي سيغير من إضافة كلمة أردنيات إلى الدستور؟ يعني حقيقة يعني هو الإصلاح الدستوري أو الإضافة مواد أو حذفها من الدستور بسياق تعزيز الحريات ليس أمرا لوحده كافي. يعني لو فرضنا أنه هناك نقص في الدستور الأردني بما ينص على تمكين المرأة ويعني تمكينها من المساواة والحقوق والفرص السياسية والاجتماعية، لكن إذا لم يكن هناك على الأرض الواقع تطبيق لهذه النصوص الدستورية، لم يكن هناك عملية تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية تمكن المرأة، تمكن الرجل، تمكن الفئات الضعيفة، إذا تبقى هي مادة صلبة جامدة ليس لها مصداق وتطبيق على الأرض. طبعا هناك كانت اتهامات حقيقه في نوع من التباين في هذه النقطه، يمكن كان التركيز اكثر على قصه التعديلات الدستوريه المتعلقه بصحبه الصلاحيات التنفيذيه، لكن بالفعل كان هناك بعض الجدل على اضافه كلمه اردنيات. لكن على كل حال بغض النظر عن هذا الجدل، لكن هل سيكون هناك تطبيق عملي على الارض نشهده باتجاه مثلا تعزيز فرص الجميع وتمكينهم؟ حقيقة أن التجارب يعني أو تجارب السنوات الأخيرة لا تؤشر لذلك، يعني لا تؤشر أن هناك شيئا كبيرا على الأرض من ناحية يعني التمكين السياسي ومن ناحية الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإلى آخره. طيب إذا كان بعض التعديلات لها أبعاد مجتمعية، لماذا لم يتم إجراء حوار وطني واسع حول على الأقل هذه المواد المتعلقة بالمجتمع؟ صحيح، يعني هو يعني إذا تكلمنا عن الدستور هو الناظم الأول، الوثيقة التي يرجع لها عند النظر إلى طبيعة النظام السياسي والاجتماعي لأي دولة، لذلك هي وثيقة مهمة جدا. عدم إخضاع هذه التعديلات لشيء من النقاش قوبل بالنقد بل وقوبل بالتشكيك. يعني هناك تم مثلا لجنة حوار تم تمثيل فيها الأطياف السياسية، البعض رفض مخرجاتها، البعض شكك فيها، البعض شارك فيها، لكن هناك كانت لجنة وبحثت قانوني الانتخاب والأحزاب، تمام. لكن بما يخص الدستور لم يكن هناك شيء مماثل. فالسؤال هنا يبرز عندما تناقش القانون ويكون هناك لجنة، والدستور هو أسمى من ناحية التراتبية القانونية، الدستور هو أسمى مادة قانونية، هو الذي يشكل القوانين ونابع هو من قيم ومن عقد اجتماعي بين السلطة الحاكمة والمجتمع. عندما يتم يعني مناقشة عنصر بهذه الأهمية لا يتم إخضاعه للنقاش للاستفتاء بأي شكل كان، يعني لاستعراض آراء الناس، يصبح هناك نوعا ما رفض لهذه التعديلات وعدم قبول شعبي. والحقيقة الأردن بوسط إقليم يعني تسود النزعات الدكتاتورية والسلطوية استطاع بطريقة ما أن يحافظ على معادلته الخاصة، أنه ليس ديمقراطيا بشكل كامل، وأيضا ليست دولة استبدادية. لكن عندما يتم يعني إحداث هذه التغييرات الجوهرية أو هذه التغييرات في الدستور، فإن ذلك لا يخدم المعادلة التاريخية التي حكمت الأردن لوقت طويل. طيب استحداث مجلس أمن وطني
إلى أي مدى يشير إلى استشعار مخاطر كبرى استراتيجية على الأردن، وما هي هذه المخاطر إن وجدت؟ يعني من ناحية المخاطر طبعا بطبيعة الحال الأردن وسط إقليم متغير متبدل، تتبدل فيه التحالفات، تتبدل فيه القوى، يشترك الأردن على حدود مع 400 كيلو مع إسرائيل، يعني طبيعة الحال هناك مخاطر يعني ظهرت منذ تأسيس الدولة وواكبتها بكل مراحلها. رابط ذلك بما يحدث من تغيير اجتراح مجلس مثلا او مجلس السياسات او مجلس الدفاع الوطني او بغض النظر عن المسمى، لا يوجد، لم يكن يحدث هذا الجدل لولا انه هذا قرئت حسب طبعا من عارض، قرئت هذه المساله هذا الجسم الاداري الجديد قرئ انه سحب الطاوله من تحت يعني حكومه، يعني اي طبعا هناك في الاردن تم التكلم كثيرا عن قصة الحكومة البرلمانية طبقت في الأردن لكنها لم يتم الاستمرار بها التجربة 57، حكومة يشكلها الحزب الأكبر في البرلمان أو القوى السياسية الأكبر. طبعا هذه الخطوة عندما تقرأ في هذا السياق فإنها تقرأ أنه قتل لأي فرصة لحكومة برلمانية قوية صاحبة ولاية، صاحبة صلاحيات تنفيذية وصاحبة ولاية تمثل رأي الناس. عندما يتم مثلا يعني تكليف هذا المجلس بأمور تخص صلاحيات الحكومة نفسها، يعني وحسب الدستور الصلاحيات التنفيذية هي التي تتولاها الحكومة، والسياسات هي التي تتولاها الحكومة، الملك أو هذا هو منزه عن المسؤولية، وبذات الوقت لا يمارس مباشرة، يعني هو يمارس من خلال الوزراء أو رئيس الوزراء. لذلك عندما يتم التوجه باتجاه سحب هذه الصلاحيات التنفيذية وتكليفها بجسم آخر، هنا تقرأ أنها إضعاف لأي مشروع ممكن أن يقوم على حكومة قوية ناجحة. أشكرك جزيلا سيد طارق النعيمات، الكاتب والإعلامي الأردني، كنت معي عبر سكايب من لندن.